مرحبا، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا فيكم في هذا الدرس الجديد للغة الإيطالية. بعرفش أي درس، يمكن رابع، فبديش أغلط فقلت الدرس الجديد. اليوم بدي أعلمكم كيف نطلب بأدب إشي. مثلا إذا أنا بروح على البار، البار يعني كافيتيريا في العربية، مقهى، وبدي أطلب كافيه، بإيطاليا بيعملوا un caffè grazie. هون كافيه جراتسي، هون جراتسي مش معناها بالضبط شكرا، بس معناها زي كأنه من فضل، من زي من فضلك في العربي. هون كافيه جراتسي، واحنا بنعمله كمان زي كأنه عم نسأل سؤال، بوسو افيرو كافيه جراتسي. يعني الجراتسي هون مش معناها الحرفي زي شكرا، بس معناها انك انت عم تطلب بشكل لطيف اشي. وانت جراتسي، بوسو افيري، بوسو افيري يعني هل استطيع ان اخذ او اتقبل، هل استطيع ان احصل على، اوكي هي لازم اعمل الفصحى اهون، هل استطيع ان احصل على قهوه؟ بيقولوا له بوسو افيري، بوسو هل استطيع افيري انه انا احصل على ان كافيه جراتسي، بوسو افيري ان كافيه جراتسي، بوسو افيري ان تي جراتسي يعني شاي، بوسو افيري ان كافيه جراتسي. هاي طريقة واحدة لأنه نحط grazie ورا الطلب تبعنا، un caffè grazie، ونعمله نغير شوي لفظنا بالآخر، الانتوناتيون تبعتنا. شو اللي بيقولوا الانتوناتيون؟ لفظنا إنه نعمله كأنه سؤال، كأنه عم نسأل سؤال، posso avere un caffè grazie، يعني grazie هون مش معناها شكرا، بس إنه عم نطلب طلب لطيف. في طريقة تانية اللي هي انه نقول بير فافوري، كثير بتعرفوها كلكم اكيد بتعرفوها، اون كافيه بير فافوري. بير فافوري يعني بير هو زي حرف جر اللي هو معناه لي فور، زي من فور بالانجليزي، فافوري يعني فيفر يعني فضل، زي من فضلك بير فافوري. وفيش من فضلك ومن فضلك من فضلكم، فيش يعني انه نعمل له حسب مع مين عم بحكي، مؤنث ولا مذكر، دائما بير فافوري، ما فيش يعني لي للفضل، من الفضل، زي favor بالإنجليزي. So per favore، من فضلك. Posso avere un tè per favore، كمان نفس الشيء بنقدر كمان نحط، هل أستطيع أن أحصل على posso avere، posso avere un caffè per favore. في كمان كلمتين بستعملوها هون اللي هي زي favore، بنغير كلمة favore اللي هو فضل لك بكلمة courtesy، زي courtesy بالإنجليش، رح أكتب لكم إياها بالعربي لأنه مش قادر، يعني مش متذكر شو بقولوا كارتيسي بالعربي، بس هي كتير يعني كتير قريبة لفافوري، يعني بير كورتيزيا بقولوا بالإيطالي، بير كورتيزيا، posso avere un caffè per cortesia، posso avere un caffè per favore، posso avere un caffè grazie. هدول هن ثلاث طرق انك تطلب اشي بأدب. بس في يعني في طريقة تانية اللي هي لما احنا بدنا نطلب بدنا ناخذ الاتنشن تبع حدا، يعني زي عفوا بالعربي، هاي شيء تاني، هاي مش طلب، هاي احنا عم بدي اخذ الاتنشن تبعك عشان اسالك اشي، بس انا مش عم بطلب كافيه. فلما بطلب كافيه بنقدر نستعمل ثلاث طرق اللي قلت لكم عنهن. لما عم بطلب طلب بقدر اعمل جراتسي بالاخر او بير فافوري بالاخر او بير كورتيزيا بالاخر، بس اذا انا عم بقول اكسكيوز مي بعدين بطلب الاشي نستعمل إشي تاني، نستعملش بالفور، نستعملش بالكورتيزيا، نستعملش جراتي، نستعمل سكوزا، سكوزا يعني أنا آسف، أو لو سمحت سكوزا، سكوزا. مثلاً سكوزا دوفي البانيو، وين أين الحمام؟ سكوزا دوفي البانيو. في طريقة تانية اللي هي بيرميسو، زي إنه أنا عم باخد لو سمحت، عم باخد بيرميشن، لو سمحت. permesso، permesso dov'è il bagno، أين الحمام، permesso dov'è l'ufficio، أين المكتب، permesso dove posso comprare، وين بقدر أشتري. إسا عم بفوت في كتير زي تفاصيل، بديش أعمل كتير تفاصيل، بدي أخلي هذا الدرس إنه بس عن طلب في طريقة لطيفة، طلب في طريقة لطيفة. إذا بنحط الطلب قبل نقدر نستعمل جراتسي بالآخر، بير فافوري بالآخر، وبير كورتيزيا بالآخر. إذا أنا بدي أخذ الأتنشن، انتباه، بدي ألفت انتباه شخص عشان أطلب منه بعدين طلب، نستعمل الشيء التاني اللي هي سكوزا يعني متأسف أو عفوا، أو
permesso من لو سمحت for I want your permission لو سمحت permesso أو scusa أوكي بتمنى إنكو تعلم يعني فهمتوا تقريبا كيف نستعملنا دول الخمس كلمات grazie كمان مرة بالآخر per favore بالآخر per cortesia بالآخر و scusa بالأول و permesso بالأول سو بتمنى انه عن جد عجبكم هذا الدرس اللغه الايطاليه هاي المره بعدني ما نسيتش انه لازم اعلمكم الكومبينيشنز بين الاحرف اللي قلت لكم انه بنحط الحرف مع حرف بغير لفظ بعدني ما نسيتوش راح اعمله ان شاء الله الدرس المره الجايه وشكرا على متابعتكم لهذا الدرس وبتمنى انه تعملوا تحطوا لي كومنتس وتعملوا سبسكريبشن اهم شيء وإذا عندكم أي أسئلة أو أي داوت أي شيء أي سؤال عندكم حابين تسألوني إياه في اللغة الإيطالية أو في الكالتشر في العادات وتقاليد التليان يعني بقدر أعلمكم كمان لانجويج وكمان تقاليد شو بيعملوا كيف هون الشعب كيف عايش أي شيء بتحبوا تسألوا I invite you نسيت العربي بعزمكم إنكم تكتبوا لي كومنتس أو مسجز وأنا راح أحاول إنه أجاوب على أي سؤال عندكم شكراً لمتابعة وبشوفكم في الدرس الجاي تشاو